طبعا في البداية هيئة الصناعات العسكرية الفترة الماضية كانت تقوم باستخراج وإعطاء التصاريح للمصانع العسكرية التي أنشئت حديثا من أجل توطين هذه الصناعة العسكرية في السعودية في كافة مناطق المملكة. اليوم أتواجد في أحد المصانع، ومثل ما تحدثت عزيزي محمد أن فعلا أن هذا الدهان هو دهان عجيب. نعم، المادة التي تشاهدونها أو القطعة التي تشاهدونها هي ليست من إسمنتية أو ليست مادة إسمنتية أو خرسانية، إنما هي مادة طلاء تمتص الانفجارات الكبيرة مضادة للصواريخ مثل صاروخ كروز، القذائف مثل كاتيوشا الهاون، أيضا الطائرات المسيرة. طبعا هذه المادة تدهن على كافة المباني والأبراج للجهات الحكومية والمقرات العسكرية وكذلك المنشآت النفطية. هذه الخزانات تنتج سنويا أكثر من 30 مليون طن، ويعتبر هذا المصنع هو الثالث على العالم في إنتاجه لهذه المادة العجيبة وهذا الطلاء العجيب. طبعا فكرة المادة، قبل أن أدخل إلى المصنع ونرى هذه المادة من خلال عملية الدهن ومن خلال مشاهدة هذه المادة من خلال هذا المصنع الذي ينتج 30 مليون طن سنويا، سأوضح أن المصنع هذا قام بتجربة هذه المادة على العديد من المباني والمقرات العسكرية والأمنية في السعودية كما المنشآت النفطية. لعل الأستاذ صلاح العوبثاني الرئيس التنفيذي لهذا المصنع وكذلك والذي يقوم بتوريد أو هذا المصنع يقوم بتوريد هذه المادة لدول المنطقة الشرق أوسط وكذلك شمال أفريقيا. حياكم الله. السؤال، هل فعلا أن هذه المادة التي نشاهدها تضمنون حماية المباني والمقرات من الصواريخ وشظايا الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة؟ بإذن الله. أحياكم الله أول شيء في شركة نيكوت العربية، هي جزء من شركة نيكوت العالمية، هي متخصصة في صناعة الدهانات للحماية الدفاعية. هذه الحماية الدفاعية تؤمن المنشآت العسكرية، منشآت البنية التحتية، منشآت النفط والغاز أيضا من أي أخطار قد تواجهها. وفقا لهذا النوع من الخطر نحن نصمم موادنا لتتوافق معه وتؤمنه 100% قبل حدوث أي حاجة. نعم. طبعا الأخطار بجميع أنواعها. دعنا نتجول قليلا في المصنع ونشاهد البراميل، هذه البراميل التي تنتجونها وأيضا الخزانات في الخارج التي شاهدناها. صحيح صحيح، نحن ننتج حوالي تقريبا كطاقة قصوى 30 مليون لتر سنويا، قابلة للزيادة وفقا للاحتياج وفقا للطلب. نحن لا نصنع فقط للمملكة العربية السعودية، نحن نصنع لجميع دول المنطقة. تصدرون؟ نعم، نصنع، نصمم، نهندس العملية كلها ونصدرها لجميع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. لذلك لدينا مساحة لعملية زيادة الخلط وعملية زيادة عملية التفاعل هذه المواد لإنتاج مواد قادرة بإذن الله على صد أي نوع من أنواع الهجمات وفقا لهندستها. قبل أن نشاهد المادة كنا نتحدث قبل اللقاء أنكم بإمكانكم إنتاج وأن المصنع هذا يتحمل كطاقة استيعابية إلى أكثر من 100 مليون. صحيح. لتر سنويا كأكبر مصنع في العالم. صحيح صحيح، حاليا الآن ننتج تقريبا ربع أو ثلث الطاقة الإنتاجية الكاملة، لدينا مساحة لزيادة خطوط الإنتاج والوصول إلى 100 مليون لتر. نحن الشركة الثالثة أو إحدى ثلاث شركات في العالم تنتج هذه المواد بشكل مخصوص عالميا، والوحيدين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذين ننتج هذه المواد العسكرية. طبعا قائمة المواد عندنا متنوعة ومتوافقة لأي أسطح، سواء كانت خرسانية أو كانت فولاذية، سواء حديد أو غيرها من الأسطح، وفقا للموقع نفسه. نعم. طيب شكرا لك أخي صلاح. طبعا كما تحدث الأخ صلاح أن هذه المادة وهذا الطلاء العجيب تم معالجته وتطويره هنا في السعودية، ويطمح هذا المصنع بأن يكون هناك مختبر خلال العشر سنوات القادمة، ومن خلال رؤية السعودية بأن يكون هو المصنع الوحيد في العالم ونواة لكافة أنواع الدهانات التي ممكن استخدامها ومعالجة هذه المباني. لا ننسى أن هناك مباني في دول العالم وكذلك مقرات حكومية ورئاسية على مستوى العالم قد استخدمت هذا الطلاء الذي ينتجه هذا المصنع لمبانيها ومقراتها الحكومية والرئاسية.